مرحبا مواليد برج الدلو معكم كارمي الشماس كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 25 سبتمبر للاحد واحد اكتوبر شو في عنا في هذا الاسبوع هو اسبوع كتير مهم بالنسبه لألكم من الاسابيع الجيده جدا فلكيا على صعيد شخصي شو بصير برا على الكره الارضيه لانه اسبوع ساخن ما حدا له دخل بمواليد برج الدلو بجميع الاحوال خلونا نحكي على الصعيد الشخصي مواليد برج الدلو هذا اسبوع كتير مهم الشمس موجود دي ببرج الميزان صديق لكم برج هوائي معكن انتو بشكل مثلث فلكي هوائي اجواء رائعة جدا جدا التنين وثلاثة اجمل ايام بشهر سبتمبر هني التنين وثلاثة ولانه القمر دائما بيشكل بدايه لصفحه جديده لما بيكون ببرجنا فيكم تقولوا انه من هلا بلشتوا صفحه جديده شهريه فبالتالي من هلا بلش اكتوبر عندكم آه والاخبار عندكم بتمشي تسير بطريقه جيده سلسه فلا خوف عليكم بتاتا بالعكس آه فتره مناسبه لتكونوا شوي جريئين مستحيين خايفين او قلبكم فتره رائعه الاربعاء والخميس القمر ببرج الحوت في البيت الثاني بيت المال والنجاح والتقدم بيت المشاريع بيت الجرأة بيت النجاح والفعالية ويمكن يكون عندكم أخبار سارة ربح نجاح بالمدرسة بالجامعة أو حتى بشغلكم يمكن تسمعوا أخبار منيحة وشو ما صار شو ما صار لأنه ما عندكم سلبيات شو ما صار مفروض يكون لا صالحكم بيطلع لا صالحكم فما تخافوا من أي شيء بتاتا الجمعة والسبت هن أهم يومين بالفلك بهذا الأسبوع لأنه اللي عنا في أمر أول شيء ببرج الحمل ثاني شيء في عنا أمر مكتمل أمر عملاق سوبر مون يوم الجمعة في برج الحمل يلي هو البيت الثالث بالنسبة لكم يعني مين بهدي مواليد برج الدلو بطاقات القوية بطاقاتهم المندفعة بطاقاتهم اللي عندها عزيمة قوية مواليد برج الدلو بعتبر أنا الجمعة والسبت يومين بكملوكن بيفسحوا مجال باب عريض بيفتح قدامكم لحتى تكتشفوا تخترعوا تحكوا آه، تغيروا تشيلوا وتحطوا وأيضا في مجال لمشاريع في مجال لسفر تنقلات لكن رجاء كله لازم يكون بي بهدوء كله لازم يكون برواء كله لازم يكون بحكمة وإلا معقولة هالأمر المكتمل اللي عم بيقدم لكم فرصة لنجاح بتسرع معين بتهور معين تنزعوها سوقوا على مهلكم الأحد واحد أكتوبر الأمر موجود ببرج الثور برج الثور هو البيت الرابع عندكم ففي احتمال لأنه البيت الرابع يمكن يصير في شوية آآ آآ توتر إن كان عائلي إن كان شخصي أو يمكن يكون في عندكم بعض الاهتمامات الخاصة ولانه أه الشمس موجوده ببرج الميزان فما في خوف عليكم بالعكس تماما حتى ان كنتوا مخانقين مع اصحابكم مع جيرانكم أه بتتصالحوا بتزبطوا اوضاعكم لكن بدكم انتوا أه تطلعوا من عنادكم شوي وتعطوا شوي من نفسيتكم اضطروا الاحوال ولادكم مزعوجين متضايقين محصورين بالبيت يعني الكل بالعائله من حواليكم عندهم مطالب وتذكروا انه أنتوا الفلكيا يمكن تكونوا حتى احسن من غيركم فطولوا بالكم عليهم جميع مواليد برج الدلو محظوظين في هذا الاسبوع بشكل خاص فينا نقول مواليد شهر كانون الثاني يناير تابعوني مع الابراج اليوميه والشهريه للمزيد من التفاصيل باي باي